تاسعة صباحا دمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري ثلاثة مقرات وعددا من الآليات والعربات لتنظيم داعش الإرهابي جنوب تدمر وفي محيط المحطة الثالثة وجباب حمد وشرق حويسيس بريف حمص الشرقية. وفي دير الزور دمر الطيران الحربي السوري 13 عربة وآليات لتنظيم داعش الإرهابي في الحويقة والحميدية ومحيط جبل الثردة، كما تم تدمير سيارتين لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة بئر رصيع بريف السويداء. أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن محاربة الإرهاب أولوية يجب أن لا نحيد عن مسارها. وأشار دي مستورا في مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الأمن الدولي مساء أمس إلى أن للأمم المتحدة نقاط قوة ولا بد من استخدامها الفعال في الحوار السوري في جنيف، وأشار إلى أهمية سماع صوت المكون السوري الكردي في الحوار، لكن هناك صعوبات لضمان تمثيله ويتطلب بعض العمل. إلى فلسطين المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني نفذ عملية في مستوطن كريات أربع في مدينة الخليل أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين بجروح خطيرة. ورد الشبان الفلسطينيون على جرائم الاحتلال المتواصلة وتمكنوا من إصابة جنديين للاحتلال برشق دورية لهم بالحجارة قرب مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وفي حادثة أخرى، ألقى شبان فلسطينيون عبوة ناسفة على مجموعة من قوة الاحتلال في قبة رحيل قرب بيت لحم. حذر رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان من أن تنظيم داعش الإرهابي قد يحاول ارتكاب عمليات إرهابية في الولايات المتحدة على غرار هجوم مطار اسطنبول. وقال برينان إن معظم الهجمات التي نفذها تنظيم داعش تم توجيهها وتنسيقها من قبل خلية العمليات الخارجية في التنظيم في سوريا والعراق. ورأى برينان أن هجوم اسطنبول يحمل بصمات داعش. حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من أن أي تدخل تركي في الموصل سيؤدي إلى حرب هائلة غير الحرب مع تنظيم داعش الإرهابي. وقال العبادي إن مخاوفنا من الأطماع التركية في الموصل حقيقية، محذرا من أي تمدد أو تدخل تركي في الموصل. وأوضح أن عملية تحرير شمال بيجي بدأت دون إعلان وما زالت مستمرة. إلى خبرنا الأخير، حيث أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إرجاء المحادثات بين الأطراف اليمنية في الكويت إلى 15 من تموز القادم. وقال المبعوث الدولي إلى المحادثات إن المحادثات مقبلة على مرحلة جديدة خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يعود الوفدان بتوصيات عملية لتطبيق الآليات الضرورية التي تمكنهم من توقيع اتفاق سلام ينهي الأزمة. انتهى الموجز. أما هلا مشاهدينا رح ننتقل نحن وأنتم لمتابعة باقي فقرات صباحنا غير، ورح نرجع لإلك أريج وميسان. شكرا لك ليمونة، اكيد هلا مكفين باقي فقراتنا ضمن صباحنا غير.